يعني اي واحد في المغاربه بغى يوقف على فساد وبغى يوقف على التمدير وبغى يوقف على الكيفيه التي تحتقر بها السلطات العموميه الذكاء ديال المغاربه ما محتاجش يقرا المؤلفات والمجلدات وامهات الكتب، ما محتاجش يدخل الكليات والمعاهد العليا، لا يجي فقط هذا البندق اللي واقف فيها انا، يعني هذه النقطه في سيدي مسعود وبالتحديد هذه القنطره اللي العمر ديالها الان حوالي 12 سنه واللي تخسرت فيها زباله ديال الفلوس حوالي 8 مليون ديال الدرهم، ليس هذا وحسب بل تخسرات ايضا 8 مليون ديال الدرهم في القنطره اللي غادي نمشيو نشوفوها في الطريق المؤديه الى لافيل الفيرت ديال بوسكوره. الفلوس كتمشي وتجي، ما تهمونيش انا الفلوس، يعني هاد 16 مليون ديال الدرهم اللي تخسرات هباء منثورا ما كتهمنيش، اللي تهمني هو الارواح ديال المغاربه، علاش؟ حيت والبارح ماتوا لي الناس في الطريق ديال لوطوروت اربان حدا القريعه، علاش؟ لان غياب الصيانه وغياب يعني يعني الاهتمام بالقناطر اللي موجودين وقع تاكل فتساقطت الاحجار وماتوا لنا الناس في النواحي ديال القريعه، فهذه القنطره اصبحت الان يعني خطرا يهدد الناس العابرين لاحد اهم المحاور الطرقيه في المغرب، الا وهي الطريق المؤديه الى مطار محمد الخامس، يعني الوجه ديال المغرب وحاطين فيه حنايا قنبله تهدد حوالي 120 حتى 130 الف ديال السيارات اللي كدوز من هنا، والمشكل فين كيبان؟ تيبان في ان هذه القنطره اللي بقات الان معلقه يعني مرتبطه بواحد المشروع طرقي كان يفترض ان ينجز لربط المسير لربط لافيل فيرت بالمنطقه ديال سيدي مسعود وبالمنطقه ديال سيدي معروف، علاش؟ لان في الترخيص الذي اسند للشركات التي تولت بناء لافيل فيرت يعني كان من ضمنه ان تنجز يعني هذا الجروب مودانتيري ايكونوميك هذا جي او كان مفروض انه ينجز لنا هذا الطريق لفك العزله ولفك الحصار على المنطقه ديال لافيل فيرت، لكن للاسف الشديد ان الناس اللي تكلفوا بهذا المشروع يعني بنوا الفيلات وبنوا الشقق وبنوا العمارات ومشاو بحالهم ودوا الفلوس وخلاو المشاكل للمدينه ديال الدار البيضاء وخلاو المشاكل لينا احنا كمستعملين ديال الطريق، يعني لدرجه ان هذه المنطقه هذه يعني كتتميز بواحد الاختناق مروري رهيب جدا، يتميز بوجود مجموعه من الاحياء الصناعيه اللي كتعرف واحد الكثافه رهيبه جدا، يكفيني ان اذكر كازانير شور، يكفيني ان اذكر زينيت، يكفيني ان اذكر يعني الحي الصناعي ديال سيدي معروف، يكفيني ان اذكر يعني هذا الطريق اللي قدامنا اللي غادا الكارتي اندستريال ديال لا شامبر فرونسيز في بوسكوره، ويكفيني ان اذكر سابينو اللي غادا مع الطريق ديال المطار، وكل هذا يعني هذه الاحواض الجغرافيه وهذه المناطق مرهونه بهذا المشروع الطرقي اللي بسبب تملص المسؤولين من عدم انجازه وقع واحد الاختناق ووقع واحد الازدحام مروري في المنطقه ديال الشيفرولي وفي المنطقه ديال تادارت، ومرات يعني حوالي 10 سنوات ولا 12 سنه بدون ان ينجز بشكل اللي يعني كيوضع يعني المسؤولين كلهم يعني من الحكومه وحنا هابطين الى اصغر مسؤول في البلديه ديال الدار البيضاء في قفص الاتهام.